يعني مكون الحقيقه، انا قطعتك معلش. لا 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 خالص، ده باخد نفسي. طيب مكون الحقيقه من مكونات يومنا في رمضان ان احنا نستمع لاحاديث فضيله الامام الشيخ الشعراوي، وعلى الرغم من مرور سنوات الحقيقه على رحيله الا ان هو لسه عايش بينا بصوته وبافكاره وخواطره الايمانيه اللي دايما الحقيقه بنستلهم منها روح رمضان حتى في ايام برا رمضان. يعني برضه بقى بما اننا في شهر رمضان الكريم وانت بتتكلمي عن الامر ده كريمه، فكره تهذيب النفس اللي كنا بنتكلم عنها في اول الحلقه من الامور اللي اتكلم عنها فضيله الشيخ الشعراوي. هو ليه كده مقاطع، ربنا يبارك في المجتهدين اللي بيجيبوا لنا المقاطع البسيطه دي عشان تركز في دماغك، مش عشان حاجه. مش هقدر اركز ساعتين، انا كانسان ما بركزش ساعتين. فان انك انت تجيب مقاطع بسيطه بتتكلم عن موضوع تهذيب النفس، يعني اللي كان بيتكلم الناس كانت بتسال عن هل الشيطان ولا النفس هي السبب. قال لك لا، النفس الاماره بالسوء الاول، ان الشيطان بيزهق وبيمل. ده فضيله الشيخ الشعراوي اللي قال، بيفضل يجي لك كل شويه عشان يقول لك ما تعمل ما تعمل ما تعمل، بعدين بيجي له ملل بيمشي يروح لغيرك بقى، موجودين تانيين يلف ويرجع لك تاني، بس بشرط انت بتكون فاتح له الباب. لو انت مش فاتح الباب اللي هو تهذيب النفس، اللي هو فرصه دلوقتي ان احنا نعمل ده، هيرجع لك تاني. هي فعلا يعني تركيز بس شلون ونفسك بقى، التركيز فعلا على تهذيب النفس، ويعني خاصه ان في اكثر. طبعا انا مش واعظ، انا بتكلم على اللي قاله فضيله الشيخ الشعراوي. انا عادي برضو بيجي عندنا وبيخبط كل حاجه. لا بس احنا برضو يعني دايما يبقى في اجتهاد، دايما في امل طالما في اجتهاد. طيب تعالوا نشوف ماذا قال الشيخ الامام الشيخ الشعراوي عن غايه الانسان في الحياه. الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض قضية إيمانية عقدية معنوية يستعمل لها الألفاظ اللي الناس بتستعملها في الكونيات. ولذلك السبيل عندنا هو إيه؟ ما هو السبيل؟ مش الطريق؟ كلنا حتى غير المؤمنين يعرفون الطريق ولا ما يعرفوش؟ عارفين الطريق. طب والطريق بيصنع لأي شيء؟ ليه؟ يوصل إلى غاية وهدف. الله. طيب الطريق ينعرف الاول والهدف يجي بعدين، ولا الهدف يعرف الاول وبعدين نعمل له الطريق؟ لازم الهدف الاول وبعدين نعمل له الطريق، لازم الهدف. ففيه فرق بين السبب الدافع والواقع. قبل ما نعمل الطريق بنعمل ايه؟ بنشوف هنوديه فين، الطريق ده هيروح على فين. طيب بعد ما نعرف الغايه، يبقى اذا الغايه ايه الاول، وبعدين نشوف ايه اكثر طريق يوصلنا للايه المطلوب. نقوم لما نشوف اكثر طريق يوصلنا للمطلوب نعمل له ايه، نمهده ونصل به له. يبقى السبيل هو ايه؟ الطريق الموصل للغايه. الغايه تعلم اولا، مش كده؟ عايزين نمد الطريق من هنا مثلا الى المكان الفلاني، نبقى نعرف المكان الفلاني الاول، وبعدين نشوف اكثر الطرق عشان ما نتعبش الناس، مش كده؟ طبعا الأول. ولذلك قال لك هنعمله طريق مستقيم، مستقيم عشان ما ياخدش ايه مسافات، لان المستقيم هو اقصر الايه اقصر الخطوط. ده كلام على الأول. اذا فلا بد ان نعرف الغاية قبل ان نعرف السبيل الى الغاية. آفة الدنيا واهلها انهم يعيشون فيها ولا يعرفون غاياتهم النهائية، إنما يعرفوا الغايات الجزئية. هو عايز يتعلم ليه؟ عشان يبقى موظف، عشان يعمل ايه؟ عشان يتجوز ويكون أسرة ويعيش كويس، ومش بيتاجر ليه؟ علشان يعمل كذا، بيصنع عليه. دي الغايات النهائية. تقوم تقول لك انت الشاطر مش يروح للغايات المنتهية، يشوف الغاية اللي هي في الآخر خالص. نقوم نقول لأن الغايات المنتهية دي الناس مختلفة فيه، لأن واحد بيعيش 50 سنة، وواحد بيعيش 60، وواحد بيموت سن سنة، وواحد بيموت سن الله. تبقى لازم تشوف الغاية اللي الكل إيه، الكل رايح. يبقى أفتنا كلنا بنعمل للإيه؟ أهي معنى الدنيا دي يعني الغايات القريبة، دنيا يعني الأقل الأدفع، ولذلك اسمها الدنيا. ما دام دنيا يبقى فيه ايه عليا ولا لا؟ ما دام فيه دنيا يبقى فيه ايه عليا. يبقى الناس كلها تعبها من ايه؟ تعبها من انها بتعمل للايه؟ للغايات الدنيا. نقول له لا يا حبيبي، شوف الغايات النهائيه.